قال هذا ما يقول أحد، ها؟ وقال ما يقول أحد إن العمل بالفتية والأحكام والقضاء وأماكن الخلق التي عايد إليهم أفضل من معاملات الله تعالى بالقلوب من مقامات التوكل والرضا والمحبة التي هي معينة اليقين. قال هذا لا يقوله عالم. وذكر لنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا إيش العلم الذي بموت مثل ابن مسعود يموت 19، وكذلك روي بمثله عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه بموته مات 19. العلم ابن مسعود هو اللي يقول في سيدنا عمر، هو نفس الحديث. لا، يقول ابن مسعود لما مات سيدنا عمر بن الخطاب أحسب أنه ذهب بموته 19 العلم. قالوا له تقول هذا وفينا جلة الصحابة؟ قال ليس عن العلم الذي تريدون، عن العلم بالله تبارك وتعالى. الله أكبر. وذكر لنا الحديث أن أقرب الناس من الأنبياء العلماء والشهداء، فالله يوفر حظنا من الإيمان واليقين ويجعلنا من الهداة المهتدين. اقرأ بعد. قال: باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة وذم علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا. قال: قد فرقت العلماء بين العلم بالله تعالى وبين العلم بأمر الله تعالى، وفرقوا بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، فقال سفيان: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله فذاك العالم الكامل، وعالم بالله تعالى فذاك التقي الخائف، وعالم بأمر الله تعالى غير عالم بالله تعالى فذاك العالم الفاجر. وقيل أيضا: عالم لله تعالى وهو العامل بعلمه، وعالم بأيام الله تعالى وهو الخائف الراجي. وسئل سفيان عن العلم ما هو، فقال: هو الورع. قيل: وأي شيء هو الورع؟ فقال: طلب العلم الذي يعرف به الورع، وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام، وما هو كذلك، إنما هو المتكلم العالم عندنا أفضل من الصامت. وروينا عن لقمان في وصيته للعلم ثلاث علامات: العلم بالله وبما يحبه الله تعالى وبما يكرهه، فجعل حقيقة العلم ودليل وجوده هذه الثلاث. ومما يدلك على الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة أن كل عالم بعلم إذا رآه من لا يعرفه لم يتبين عليه أثر علمه ولا عرف أنه عالم، إلا العلماء بالله عز وجل، فإنما يعرفون بسيماهم للخشوع والسكينة والتواضع والذلة، فهذه صبغة الله تعالى لأوليائه ولبسته للعلماء به. ومن أحسن من الله صبغة، فمثلهم في ذلك كمثل الصناع، إذ كل صانع لو ظهر لمن لا يعرفه لم يعرف صنعته دون سائر الصنائع، ولم يفرق بينه وبين الصناع إلا الصناع، فإنه يعرف بصنعته لأنها ظاهرة عليه، إذ صارت له لبسة وصفة لالتباسها بمعاملته، فكانت سماه، كما قيل: ما ألبس الله تعالى عبدا لبسة أحسن من خشوع في سكينة، هي لبسة الأنبياء وسيما الصديقين والعلماء، فأعلم الناس بلطف ما يحب الله تعالى وخفي ما يكره أهل القلوب الفاقهة عن الله تعالى وهم العارفون به. وقد كان سهل رحمه الله يقول: العلماء ثلاثة: عالم بالله تعالى، وعالم لله تعالى، وعالم بحكم الله تعالى. يعني العالم بالله تعالى العارف الموقن، والعالم لله عز وجل هو العالم بعلم الإخلاص والأحوال والمعاملات، والعالم بحكم الله تعالى هو العالم بتفصيل الحلال والحرام. فسرنا ذلك على معاني قوله ومعرفة مذهبه. وقد قال مرة في كلام في أبسط من هذا: عالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله وهم المؤمنون، وعالم بأمر الله لا بأيام الله وهم المفتون في الحلال والحرام، وعالم بالله تعالى عالم بأيام الله وهم الصديقون. يعني قوله بأيام الله أي بنعمته الباطنة وبعقوباته الغامضة. ثم قال: الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء نيام إلا الخائفين،
والخائفون منقطعون إلا المحبين، والمحبون أحياء شهداء، وهم المؤثرون لله تعالى على كل حال. فقد كان يقول طلاب العلم ثلاثة: واحد يطلبه للعمل به، وآخر يطلبه ليعرف الاختلاف فيتورع ويأخذ بالاحتياط، وآخر يطلبه ليعرف التأويل فيتناول الحرام فيجعله حلالا، فهذا يكون هلاك الحق على يديه. وقد حدثت عن أبي يوسف أنه كان إذا صائر رأس الحول وهب ماله لامرأته واستوهبها مالها فتسقط عنهما الزكاة، فذكر ذلك لأبي حنيفة فقال: ذلك من فقهه، فإنما يطلب العلم لمعرفة الورع والاحتياط للدين، فهذا هو العلم النافع. فإذا طلب مثل هذا ولتأويل الهوى كان الجهل خيرا منه، وصار هذا العلم هو الضار الذي استعاذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منه. وروينا عن عمر وغيره: كم من عالم فاجر وعابد جاهل، فاتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا وقد رويناه مسندا: اتقوا كل منافق عليم اللسان، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. وروينا عنه أيضا: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من يتعلم منكم، ولتكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وروينا عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن كعب الأحبار: يكون في آخر الزمان علماء يزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون، ويخوفون ولا يخافون، وينهون عن غشيان الولاة ولا ينتهون، ويؤثرون الدنيا على الآخرة، ويأكلون الدنيا بألسنتهم أكلا، ويقربون الأغنياء ويباعدون الفقراء، يتغايرون على العلم كما تتغاير النساء على الرجال، يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره، ذلك حظهم من العلم. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه: علماؤهم شر الخليقة، منهم بدت الفتنة وفيهم تعود. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أولئك الجبارون أعداء الرحمن. وروينا عن علي عليه السلام: ما قطع ظهري في الإسلام إلا رجلان: عالم فاجر ومبتدع ناسك. فالعالم الفاجر يزهد الناس في علمه لما يرون من فجوره، والمبتدع الناسك يرغب الناس في بدعته لما يرون من نسكه. وقال صالح بن حسان البصري: أدركت المشيخة وهم يتعوذون بالله تعالى من الفاجر العالم بالسنة. هكذا، وتقوم الفوارق الكثيرة، فقد كانوا يترقبونها في عصر التابعين رضي الله تعالى عنهم، وعصر تابع التابعين لما ورثوه عن الصحابة، لما أخذوه من معدن التربية، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فبقي هذا التفقد والتفريق بين العالم والعالم، وليس كل عالم عند الله عالم ولا مستقيم على ما يحبه الله تعالى. يقول سفيان رضي الله تعالى عنه: العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، يعرف الأحكام ويعلم بها وهو ممتلئ باليقين عامل بعلمه، فهذا عالم كامل. قال: عالم بالله تعالى وليس متضلع في معرفة الأحكام الظاهرة، فيرجع في مسائله إلى العلماء ويتنور بنورهم، ومعه من نور اليقين ما يحسن به العمل. هذا قال عالم بالله تبارك وتعالى لا بأمر الله. تقي خائف، عالم بأمر الله يعرف الأحكام فقط، ليس بعالم بالله ولا بالمصير إليه، فهذا قال العالم الفاجر. هذا هو العالم الفاجر، ما عنده إلا الأحكام يعرفها، هو خالي القلب عن حقائق العلم واليقين. وهكذا سمعت كلامهم من سادتنا التابعين وتابعين بإحسان، سادتنا الصحب الأكرمين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى جعل بعضهم للعلم حقيقة، ومن علامات العلم العلم بالله. هو العلم هو حقيقة عظيمة، بعدين علامات العلم العلم بالله وبما يحبه وبما يكره، هذا يجعله علامة على العلم. وإيش هو العلم؟ العلم قال نور يشهد به المعبود، هذا العلم. وده سمعت أحمد بن حنبل يقول عليه رضوان الله: العلم ما كان من فوق،
العلم ما كان من فوق، ما جاءك، ما جاءك بصفاء القلب بتعليم الحق سبحانه وتعالى. ها، وكل شؤون العلم الأحكام وما تعلق به مقدمات ومبادئ لا بد منها، لا يجوز الاستهانة بها ولا الإهمال لها ولا تركها، ولا يجوز أن تتحول غاية، ولا يجوز أن ينقطع فيها ويوقف عليها. نعم، فلا بد من استيعاب النظرة لمعاني العلم فيما يتعلق بعلوم الشريعة وبقية علوم الخلائق، وتجنب الضار منها، واستعمال كل معلومة فيما ينفع بمقتضى الشرع المصون الكريم المطهر، وما نحتاجه من أنواع العلوم نأخذه بأي واسطة وبأي سبيل، لكن على طريقة علم الشريعة أو بنور علم الشريعة المطهرة وعلم اليقين. وهكذا سمعت كثيرا من كلامهم: الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء نيام إلا الخائفين، والخائفون منقطعون إلا المحبين، والمحبون أحيا شهداء. اللهم اجعلنا منهم، هم المؤثرون لله تعالى على كل حال، على كل ما سواه. قال: واحد يطلب العلم للعمل به، واحد يطلبه ليعرف الاختلاف فيتورع ويأخذ بالاحتياط، وآخر يطلبه ليعرف التأويل فيتناول الحرام، فيجعل فهكذا يكون هلاك الحق، فهذا يكون هلاك الحق على يديه والعياذ بالله تبارك وتعالى. كم من عالم فاجر وعابد جاهل، يقول سيدنا عمر، سمعت في كلامه: اتقوا كل منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف علم المنافق العليم. قال: يا أمير المؤمنين، كيف يكون عليم منافق؟ قال: عليم اللسان، عليم اللسان، ما في قلبه علم، عليم اللسان. وهكذا ما أخبر به النبي عمن يتظاهر بقراءة القرآن، وهو الذي خشيه سيدنا علي، قال: مبتدع متنسك. ويقول إنه قطع ظهري في الإسلام هذا العالم المتهتك والجاهل المتنسك. وفي هذا اللفظ الذي نقله الشيخ يقول: ما قطع ظهري في الإسلام إلا رجلان: عالم فاجر يزهد الناس في علمه بفجوره فيتركون علم الشريعة ولا يرغبون فيه، واحد مبتدع متنسك يصلح له مظاهر عبادات فيغترون الناس بعبادته، ويشوفونه يقوم ويقرأ كثير ويصلح له ركوع وسجود ويصلح له مظهر من مظاهر الدين. لا، هذا يغرهم بتنسكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في من يقرأ القرآن لا يجاوز حنا جارته، يقرؤون قال لا يجاوز تراقيهم، أي ليس في قلوبهم شيء من نور القرآن، وإنما يحفظونه ويجودونه كما جاء في لغة، ولكن من عند الشفاه إلى عند الترقوة بس ماشي يدخل وسط الجوف من نور القرآن والعياذ بالله. حتى قال: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم. فصلى الله عليه ما ترك من البيان شيء، بيّن ووضح الطريقة ووضح الحقيقة للعباد. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. قرأ بعده، يقول صالح بن حسن البصري: أدركت المشيخة، يعني المشايخ، هم يتعوذون بالله من الفاجر العالم بالسنة، لأنه يلعب لعب بعدين ويغر الناس بمظهر علمه، أو يدعوهم إلى التلاعب بالدين. رضي الله تعالى عنكم. وقال الفضيل بن عياض: إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور، وعالم الآخرة علمه مستور، فاطلب عالم الآخرة واحذر عالم الدنيا، لا يصدنك بشكره. بيش بسكره، بسكره. ثم قرأ: أن كثيرا من الأحبار والرهبان، لا تسأل عني عالما أسكرته الدنيا فيصدك عن سبيل محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. قرأ. ثم قرأ: أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله،
قال: فالأحبار العلماء والرهبان الزهاد. وقال سهل بن عبد الله: طلاب العلم ثلاثة، فواحد يطلب علم الورع مخافة دخول الشبهة عليه فيدع الحلال خوف الحرام فهذا زاهد تقي، وآخر يطلب علم الاختلاف والأقاويل فيدع ما عليه ويدخل فيما أباح الله تعالى بالسعة ويأخذ للرخصة، وآخر يسأل عن شيء فيقال هذا لا يجوز فيقول كيف أصنع حتى يجوز لي، فيسأل العلماء فيخبرونه بالاختلاف والشبهة، فهذا يكون هلاك الخلق على يديه، وقد أهلك نفسه وهم علماء السوء. واعلم أن كل محب للدنيا ناطق بعلم فإنه آكل المال بالباطل، وكل من أكل أموال الناس بالباطل فإنه يصد عن سبيل الله لا محالة، وإن لم يظهر ذلك في مقاله، ولكنك تعرفه في لحن معناه بدقائق الصد عن مجالسة غيره وبلطائف المنع من طرقات الآخرة، لأن حب الدنيا وغلبة الهوى يحكمان عليه بذلك شاء أم أبى. وقال بعض العلماء: إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض الجبار من العلماء، ومن تواضع لله تعالى ورثه الله تعالى الحكمة. وفي الخبر عن ابن مسعود: إن الله تعالى ليمقت الحبر السمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الصيف: حبر من أحبار اليهود. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نشدتك الله تعالى، ألم تجد فيما أنزل تعالى على موسى عليه السلام أن الله تعالى يبغض الحبر السمين؟ فقال ابن الصيف: سمينا، فغضب عندها، فقال: ما أنزل الله علي بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء ففيه نزلت هذه الآية تعريفا لبهته. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا. فقال له أصحابه: ويحك، ماذا قلت؟ جحدت كتاب موسى؟ فقال: إنه محكني فقلت ذلك. ويقال: ما آتى الله تعالى عبدا علما إلا أتاه معه حلما وتواضعا وحسن خلق ورفقا، فذلك علامة العلم النافع. وقد روينا معناه في الأثر: من آتاه عز وجل زهدا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين. وقال الحسن يقول: وحسن خلق فهو إمام المتقين. ثاني ذا. وقال الحسن قرأت اللي قبله: ورفقا فذلك علامة العلم النافع. وروينا معناه في الأثر. طيب كمل. من آتاه عز وجل زهدا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين. نعم. وقال الحسن يقول: الحلم وزير العلم، والرفق أبوه، والتواضع سرباله. وفي أخبار داود عليه السلام: إن الله تعالى أوحى إليه: يا داود لا تسألن عني عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبة أولئك قطاع الطريق عبادي المريدين. يا داود إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. يا داود إذا رأيت لي طالبا فقل له خادما. يا داود من رد إلي هاربا كتبته عندي جهبذا، ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا. فلنحرص على رد الناس إلى الله، وكل من ضعف همته ونيته في دين الله فهو آبق، وكل من كان يترك الفرائض أو يفعل المحرمات ويصر على شيء منها فهو آبق. ردوا إلى الله: من رد لي آبقا كتبته جهبذا، ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا. رد لي آبقا، وأول آبق نفسك، ردها إلى الله. لا تعظم ما عظم، وتتأدب معه في الغيب والشهادة، وتمتثل أمره، وتمشي على منهاجه جل جلاله، ثم رد الآبقين إلى الله تعالى ممن حواليك، من أسرتك، من أصدقائك، من أصحابك، وترقب فرصة بالأسلوب والحكمة
حتى تنال المنزلة. من رد لي آبقا كتبته عندي جهبذا. واحذر أن تنفر، واحذر أن تفر الناس عن ربهم، تبعدهم من مولاهم جل جلاله بأي طرق كان، أما بطرق علماء السوء الذين يصدون عن محبة الله تبارك وتعالى، أو بطريق ذلك التشدد والتنفير الذي يبعد الناس عن الله أكثر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكن حريصا على أن تأخذ نصيبك من هذا الخير، وتعرف قدر العلم النافع والعمل به. وكل ما ولد كما ذكر الشيخ في فضل العلم فهو العلم الذي يؤول إلى العلم بالله، والعلم بأحكام الله تبارك وتعالى طرف من العلم بالله تبارك وتعالى إذا صحت فيه النية، إذا صحت فيه النية. وعلامته أن يكون ممتزجا بذكر الله، وأن يكون مشرعا ممتدا من بحر المعرفة بالله جل جلاله. أما تذاكر في مسائل على غير هذا الوجه فما هو المقصود لا للشافعي ولا لغيره. واسأل الشافعي كيف كان يتذاكر العلم، بل كيف كان يناظر من ناظره. ما ناظرني أحد إلا وددت أن يكون عليه من الله رعاية وحفظ. شوف شوف كيف كان الشافعي، وتظن كذا بس كما تعلم كذا ويقول كذا. ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على لسانه. شوف كيف كانوا، وانظر كيف كان ليله، وانظر كيف كان نهاره، وانظر كيف كانت أخلاقه. تعلم أنهم أهل العلم بالله، وما تحدثوا في أحكام الله إلا من نور العلم بالله سبحانه وتعالى. وعلى ذاك الحال من الخضوع والإجلال والإكبار والامتثال. ولقد دخل عند حلاق، كان بمكة الحلاق لا يعرفه، فابتدأ يحلق رأسه. لما حلق نصف رأس الإمام أقبل واحد من الأثرياء يعرفه هذا الحلاق، فدخل فترك الإمام وراح يحلق لهذا التاجر. والإمام جالس نصف رأسه محلوق ونصفه منتظر الحلاق يكمل. هذا لو كنت أنا كيش تعمل؟ هذا عالم بالله. تعرف من عالم بالله؟ ما هو بس راح يلوك لسانه في مسائل وانتهى. هذا محمد بن إدريس. فكت ساكت ما تأثر ولا زعل ولا غضب، ما هو كذا وبس. مرة بعض الذين يعرفون الإمام وكان معه سرة فيها مبلغ 1000، مرة كبير 1000 درهم، جاء إليه يقول له هذه لكم من فلان. قال أعطها الحلاق. قال إنها 1000. قال أعطها الحلاق. قال يا إمام إنها 1000. قال أراك تعظم الدنيا، تتعظم الدنيا. يقول لك أعطها الحلاق أجر له. كم أجر هذه؟ كم ذاك بيعطيه الغني؟ هذا المال اللي جاء كله أعطاه إياه كأنها لمكافأة له. ولا غضب ولا زعل ولا ذا، وأعطاه المال كله. تشوف هذا الإنسان، هذا عالم بالله. منين تجي النفس هذه الزكية؟ منين يجي هذا؟ عاد فوق السخاء واللي جاء المال كله أعطاه إياه، جزاي أمه خلاه مبهذل قدامه ولم يبالي بذلك وصابر. بعد كفى الصبر، عدو حلم وما كفى الصبر وحلم، عدو كرم إحسان فوقها. راجع هذا راجعه الذي معه الهدية حقه، أقول لك 1000. قال 1000 أنت تعظم الدنيا. قال ليه؟ قال عرفت أن 1000 أعطها الحلال. قال له هذه هي أجرته مني. استحيى الحلال. سأل من؟ قال محمد بن قيس الشافعي. خجل خجل كبير، ولا أعطاه ذاك التاجر ولا عشر الذي أعطاه الإمام الشافعي عليه رضوان الله. لكن شو كيف سخاوة نفسه هذه، صبر وحلم، هذه يدلك على كيف هم كانوا وما العلم الذي يعنونه وما العلم الذي يقصدونه.
وما العلم الذي يطلبونه؟ وجه إليه بعض الأمراء 100,000، فجلس تحت مكة يقسمها حتى كملت. ثم دخل عند أمه قالت: أهدي إليك 100,000؟ قال: نعم. قالت: أين هي؟ قالت: فرقتها. قالت: بقي معك منها شيء؟ قال: لا. قالت: لو جيتني بدرهم منها لم أقبلك. أمه قالت: لو خليت منها درهم وجبته لعندي ما بأقبلك. أرده يا خير ولد ويا خير أم يا خير ناس، كلهم أهل قلوب وأهل صفاء. الله يحيي هذا الذي مات من النور قلوبنا وقلوب أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب. يربون عيالنا على تعظيم الدنيا وعلى إجلالها، ويروونهم أدق الوسائل في النهب والكذب والغش والخداع والتحيل على الوصول إليها، فكان حظهم بدل دقائق المعارف في أنوار اليقين والمعرفة، عرفوا دقائق الحيل في السرقات والغش والكذب. وإنا لله وإنا لراجعون، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولكن نحن أيضا سيبنا عيالنا لهم، لأن كثير من بلدان المسلمين كان عامة من فيها غايبة عن أذهانهم حيل الخداع والكذب والغش، سواء في سرقة أو في نهب أو في محاكمة أو مخاصمة، ما يعرفونها أصلا. تعلموها وجاءت لهم عبر عدد من الوسائل، وقدهم نفذوها وطبقوها الكثير منهم، وحصلت مشاكل كبيرة في العالم الإسلامي بمشيخة هذا الفساد. فيا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. أين وقفنا؟ روينا عن عيسى. الحلم وزير العلم والرفق أبوه والتواضع سرباله. فمن كان عالم بلا حلم فهو بلا وزارة، ومن كان عالم بلا رفق فهو كالدعي بلا أب، ومن كان عالم بلا تواضع فهو عريان مكشوف سوء ماشي عنده سربال. الله يرزقنا حقيقة العلم إن شاء الله. قال الإمام عبد الرحمن بن الفقيه: لما كان العلم عند صحة نيتي فيه يتصل بأفعال الناس وأحوالهم وأقوالهم المختلفة، قال: ترى حتى عندك في القرآن الكريم ذكر حكم الدين، أحكام المداينة، وأحكام متعلقة أيضا بالنكاح والطلاق، وتقرأ في الصلاة وتكون من الصلاة وكلها من الصلاة. فالفشان شان نية ومقصد وقلب، كيف يأخذ العلم؟ يذكر السائل كذلك أن المفاهيم الخاطئة هذه في العلم بلا سند قامت به في واقع الناس أسس للاعتبارات وللولاء والبراء عليها باطلة أصلا، فسهل على الناس الاعتداء على بعضهم البعض والتطاول على بعضهم البعض، وهو كذلك. ولكن لا دواء إلا الرجوع إلى علم السند، إلا الرجوع إلى علم التقوى، وذلك يهدي الله له من يشاء ويضل عنه من يشاء، والله يهدينا في من هدى وينشر الهداية. وأما السائل الذي يشكو نفسه وأنه لا يقدر، لا أنا ولا أنت ولا أحد في العالم يقدر مع الله على شيء، لكن أصدق معه والجأ إليه وقم بعمل الاستقامة، وخذ الأصل والأساس وهما أشار إليه في سؤاله،
من البعد عن الصحبة الفاسدة، صحيح؟ هذا أصل في الصلاح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، تبعد عن الصحبة الفاسدة. الصحبة الفاسدة واعتزال هذه الشرور المتزايدة الضارة بالناس والهادمة لأخلاقهم، هذا أمر مهم. وعزيمتك في خلال ذي الأيام، أيام الدورة، تتخللها في أثناءها أيضا اجتماعات في الزيارة إلى شعب النبي هود، اغتنم تثبيت مقاصدك ونياتك لما بعد الدورة إلى ساعة الغرغرة، إلى البرزخ، إلى الآخرة. ثبت فيما بقي من عمرك، وصدق ثبت ذلك من خلال ذي الأيام، واعلم أنك على قدر صدقك في النية وقوة رغبتك فيما عند الله وجهتك له يكتب لك التوفيق من قبل أن تنتهي الدورة. وإن الله يكتب في لرمضان أجره وثوابه قبل أن يدخله، ويكتب إصره وإثمه قبل أن يدخله، قبل ما يدخل رمضان وقد ذا مكتوب له الثواب وذا مكتوب له الإثم والعياذ بالله. بل ذلك أن المؤمن يعد عدته، يعني من قبل رمضان من النفقة للقيام والطاعة، وأن المنافق يعد عدته لتتبع معايب الناس، تتبع عورات المسلمين. بل فقد شقاءه وإصره مكتوب عليه من قبل ما يدخل. وأقول لك كذلك حالك بعد الدورة بينكتب في ذي الأيام، فانتبه منه قبل ما تخرج من الدورة، واصدق مع الله يكتب لك الحال الجميل من بعدها إن شاء الله. لأن بيننا إن صدقنا وتوجهنا وأنبنا وعاملنا القوي القادر القاهر عالم السرائر والباطن والظاهر جل جلاله، وعدنا الحول وفرطنا قدامنا عليه، وينتظر من يصل من أمته من أهل كل قرن من أهل كل زمان، ومن من يكون في قرننا وفي مجامعنا ومجالسنا، ينتظر من يصل منهم، وهو ينتظر من يصل منهم إلى الحول. ولواء الحمد، وعند المرور على الصراط في دار الكرامة، في سوق الجنة، في ساحة النظر إلى وجه الله، أذي المواعيد لمن وفى منا، لمن صدق منا، هناك الوعد، هو الوعد اللي كان بين من قبلنا من الأكابر. قال سيدنا عمر: هذا المكان موعد بيني وبينك يا أويس حتى أتيك بزادنا. قال: لا يا أمير المؤمنين، لا موعد بيني وبينك إلا حوض رسول الله، الموعد على الحوض. قال لي: أوائلنا صلاة مني فرطكم على الحوض، إني منتظركم. قال لهم مرة وهو يخطب: وإني لأنظر إليه الآن، في موقفي هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن شاء الله نستعد كلنا، الله يزودنا بأشرف زاد، بيكتب حالنا فيما بعد الدورة إلى وقت اللقاء من خلال الأيام هذه، فننتبه منها، ننتبه منها، ننتبه منها، نصدق مع الله فيها، لا تتعامى، لا تتصامم، لا تتباعد، لا تغفل، لا تكسل، لا تتخاذل، اغنم جود الله نازل وخيره هاطل وفضله متواصل وعطاؤه متنامي وغيثه هامي، فاصدق معه وتعرض لنفحاته، ونفحة باسط النعمة قريبة، تعرض يفتى منها، تقرب عسى المكلوم صاحب الجرح أن يلقى طبيبة يداويه فيضح العيش له أطيب وأطيب. ساعة من الغني وأغنت، ساعة من الغني وأغنت. وهكذا الله ينظر إلينا وإليكم ووفقنا ويأخذ بأيدينا، إنه الرحمن الرحيم. الله الله يا
حسن الختام يا الله واعطنا ما قد سألنا. فيستعيذ بالله تعالى من حاله وينبته وينظر إلى عالم الدنيا قد تصنع للخلق وتشوف للطمع والرياسة فلا ينبت هذا العالم أحق بالمقت من ذلك الشرطي. وقد كان أبو محمد يقول لا تقطع أمرا من الدين والدنيا إلا بمشورة العلماء تحمد العاقبة عند الله. قيل يا أبا محمد من العلماء؟ قال الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا ويؤثرون الله تعالى على نفوسهم. وقد قال عمر رضي الله عنه في وصيته وشاور في أمورك الذين يخشون الله تعالى. وروينا في الإسرائيليات أن حكيما من الحكماء صنف 360 مصحفا في الحكمة حتى وصف بالحكيم فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل لفلان قد ملأت الأرض نفاقا ولم تردني بشيء من ذلك وأني لا أقبل شيئا من نفاقك. قال فأسقط في يديه وحزن وترك ذلك وخالط العامة ومشى في الأسواق وواكل بني إسرائيل وتواضع في نفسه. فأوحى الله تعالى إلى النبي عليه السلام قل له الآن وافقت رضاي. وقال بعض العلماء كان أهل العلم على ضربين عالم عامة وعالم خاصة. فأما عالم العامة فهو المفتي بالحلال والحرام وهؤلاء أصحاب الأساطير. وأما عالم خاصة فهو العالم بعلم التوحيد والمعرفة هؤلاء أهل الزوايا وهم المنفردون. وقد كانوا يقولون مثل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه مثل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه مثل دجلة كل أحد يعرفها ومثل بشر بن الحارث مثل بئر عذبة مغطاة لا يقصدها إلا واحد بعد واحد. وقد وقال حماد بن زيد إلى لأيوب
العلم اليوم أكثر أو فيما مضى؟ فقال العلم فيما مضى كان أكثر والكلام اليوم أكثر. ففرق بين العلم والكلام، أو فرق بين العلم والكلام. وقد كانوا يقولون فلان عالم وفلان متكلم وفلان أكثر كلاما وفلان أكثر علما. وكان أبو سليمان يقول المعرفة إلى السكوت أقرب منها إلى الكلام. وقال بعض العارفين هذا العلم على قسمين، نصفه صمت ونصفه تدري أين تضعه، وزاد آخر ونصفه وجد ونصفه نظر، يعني تفكرا واعتبارا. نطق نصفه وجد ونصفه نظر، نظر يعني تفكرا واعتبارا. وسئل سليمان عن العالم من هو، فقال من يضع العلم في مواضعه ويؤتي كل شيء حقه. وقال بعض الحكماء إذا كثر العلم قل الكلام. وقد كان إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى يقول الصوفي كلما ازداد علما نقصت طينته. وقال بعض شيوخنا قلت للجنيد يا أبا القاسم يكون لسان بلا قلب، قال كثير قلت فيكون قلب بلا لسان، فقال نعم قد يكون، ولكن لسان بلا قلب بلاء، وقلب بلا لسان نعمة. قلت فإذا كان لسان وقلب، قال فذاك الزيد الزبد بالنرسيان يعني العسل. وقد روينا حديثا مقطوعا عن سفيان عن مالك ابن مغول قال قيل يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال اجتناب المحارم ولا يزال فوك رطبا من ذكر الله تعالى. قيل يا رسول الله فأي الأصحاب خير؟ قال صاحب إذا ذكرت أعانك وإن نسيت أذكرك. قيل فأي الأصحاب شر؟ قال صاحب إن سكت لم يذكرك وإن ذكرت لم يعنك. قال فأي الناس أعلم؟ قال أشدهم بالله تعالى خشية. قال فأخبرنا بخيارنا نجالسهم. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. قالوا فأي الناس شر يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر. قالوا أخبرنا يا رسول الله. قال العلماء إذا فسدوا. وقد وصف علي عليه السلام علماء الدنيا الناطقين عن الرأي والهوى بوصف ضريب. رويناه عن خالد بن طليق عن أبيه عن جده وجده وجده عمران بن حسين قال خطبنا علي بن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه قال ذمتي رهينة وأنا زعيم، لا يهيج على التقوى زرع قوم ولا يظمأ على الهدى شح أصل، وإن أجهل الناس من لا يعرف قدره، وكفى بالمرء جهلا أن لا يعرف قدره. وأن أبغض الخلق إلى الله تعالى رجل قمش علما قمش علما قمش علما أغار في أغباش الفتنة، عمي عما في غيب الهدنة، سماه أشباه الناس وأرادلهم عالما، ولم يغني من في العلم يوما سالما في لفظ ولم يعش في العلم يوما سالما بكر فاستكثر بكر فاستكثر مما قل منه خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من آجل وأكثر من غير طائل
للناس مفتيا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها عشوة الرأي من رأيهم، فهو من قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أخطأ أم أصاب. ركاب الجهالات خباط عشرات، ظلمة لا يعتذر مما لا يعلم، فيسلم ولا يعظ على العلم ولا يعض على العلم بضرس قاطع فيغنم، تبكي منه التركة منه الدماء، وتصرخ منه المضاريف، وتستحل بقضائه الفروج الحرام. لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا هو أهل لما قرطبه. أولئك الذين حلت عليهم النياحة والبكاء أيام حياة الدنيا. ووصف علي عليه السلام علماء الآخرة في حديث كهيل بن زياد الذي يقول فيه الناس ثلاثة الناس ثلاثة: عالم رباني، نعم، يعني عالما بالربوبيته يتكلم، لا يزال يتكلم في هذا الباب على شؤون متصلة بحقائق العلم ومعانيه ودرجاته ومبانيه، وبماذا يتميز أهله ويعرفون، وكيف أحوالهم تكون، وعلى أي الطرق يسيرون، وبأي الأوصاف يتصفون، حتى تعلم أن حقيقة الرفعة للعلم الذي يرفع عند الله، يدل على الله، يعرفك عيبك، يعرفك نقصك، يعرفك شوائب الهوى وشوائب النفس ودسائس إبليس، لتكون على بينة من أمرك في خشية ربك وفي إيثاره تعالى على ما سواه، وفي أدبك معه في ليلك ونهارك وسرك وإجهارك. هذا العلم النافع الذي حملته قلوب الأنبياء فتلقتها عنهم صدور الصالحين الأصفياء والعارفين الأولياء عليهم رضوان ربنا تبارك وتعالى. هذا العلم الذي كله نور يهدي إلى محبوبات العزيز الغفور، ويكون حائلا بين صاحبه وبين كل مكروه وسيء ومحذور في بطونه وفي الظهور، فلا يزال قلبه معمور وصدره مشروح مسرور بطاعة الله والتذلل لعظمة الله تعالى في علاه، لا يتحرك لمظهر رئاسة، وليس له في شؤون الدنيا نفاسة، بل يرثى أهلها